لأن إيران تعاني من معضلة استراتيجية تماما كإسرائيل، تعاني من معضلة استراتيجية. هذه المعضلة الاستراتيجية ذات ثلاث شعب. الشعبة الأولى أن إيران لديها إحساس بالتفوق العسكري على الجوار تماما مثل إسرائيل، تشعر بالتفوق العسكري على الجوار العربي. هذا الإحساس يوقع القيادة الإيرانية بالحسابات الخطأ، كما أوقع القيادة الإسرائيلية بالحسابات الخطأ. ولذلك كما تتوسع إسرائيل وتحتل وتقمع وتظلم، تتوسع إيران وتحتل وتظلم، لا بل أقول بأن إيران تحتل أراضٍ عربية أكثر من إسرائيل. إسرائيل تحتل فلسطين المحتلة. فلسطين المحتلة مساحتها 25,000 كيلومتر مربع، ترى كبر الكويت فلسطين أو أكبر بشوي، بينما تحتل إيران الأحواز العربية الممتدة من عبادان إلى بندر عباس على طول الساحل الشرقي من الخليج العربي. مساحة الأحواز العربية 375,000 كيلومتر مربع، يعني كبر فلسطين 16 مرة. ونحن لا نتكلم إلا عن فلسطين كأرض عربية محتلة، ومعنا الحق في ذلك، لكن لماذا نصمت عن هذه المساحة الهائلة اللي تحتلها إيران وهي منطقة الأحواز، علما بأن الأحواز تشتمل على ما لا يقل عن 90% من الثروة النفطية الإيرانية، يعني تمويل الدولة الإيرانية يأتي من أرض عربية. عبادان والأحواز والمنطقة المحيطة هي محط الحقول النفط الإيراني. هذه واحدة، لأن إيران تشعر بالتفوق العسكري تحتل كما إسرائيل. الشعبة الثانية للمعضلة الاستراتيجية الإيرانية أن إيران تشعر بالعزلة الثقافية، لغة المحيط عربية، لغتها ليست عربية، تشعر بالعزلة الثقافية كما إسرائيل. إسرائيل لغتها عبرية ومحيطها عربي، إيران لغتها فارسية ومحيطها عربي، عزلة ثقافية. هذه العزلة الثقافية اللي تشعر بها إيران لها تفريعات كثيرة، يعني نفسية، سيكولوجية، تاريخية، ثقافية إلى آخره، تتفرع عنها مشاكل كثيرة. ولذلك هذه العزلة الثقافية تؤدي إلى المعضلة الثالثة بالنسبة لإيران، وهي الكراهية للمحيط. إيران تكره المحيط العربي كراهية تاريخية، كما إسرائيل تكره المحيط العربي تماما يعني. ولذلك تتحزم إيران بالفردوسي، كتاب الشاهنامة، كتاب القومية الفارسية. هذا الكتاب لو تقرؤونه
يعني لا أتردد بالقول أنه ممكن يسبب لكم القيء. القيء لماذا؟ لأنه يصف العربي بأشنع الأوصاف. يقول فردوسي مثلا أن العربي في الضفة الأخرى هو شارب أبوال الإبل، آكل الجراد، الراحل الوسخ المتسخ. بينما عندنا إحنا في إيران يقول حتى الكلب في أصفهان يشرب من النهر البارد الماء الزلال. حتى الكلب في أصفهان يقول فردوسي أشرف من العربي على الضفة الأخرى. هناك شاعر في إيران له شعبية هائلة بسبب كره هذا الشاعر للعرب، اسمه مصطفى بادكوبة. هذا ألقى قصيدة في بلدية همدان سنة 2013 عنوانها يا إله العرب، يخاطب الله سبحانه وتعالى، لا يقول الله، يقول إله العرب. يقول أنت تتوعدنا يا إله العرب في كتابك، شوف هذول اللي يزعمون أنهم مسلمين، في كتابك تتوعدنا بجهنم وعذاب النار. يقول مصطفى بادكوبة في هذا الكتاب، في هذه القصيدة عفوا، أنا لا مانع لدي أن تلقي بي يا إله العرب إلى قعر نار جهنم، لا مانع لدي، بس لي شرط واحد، أرجوك ألا أسمع حرفا واحدا من اللغة العربية. أنا مستعد أتحمل الشواء في نار جهنم، لكن لا أتحمل سماع حرف من أحرف اللغة العربية، لأني أكره هذه اللغة العربية. يعني إذا بلغت الكراهية إلى هذا الحد لدى الإنسان فمعناها كراهية مرضية. هكذا تشعر إيران تجاهنا نحن أبناء الخليج العربي. وقد قالها لنا شخصيا، يعني شخصيا مسؤولون في إيران، أنتم كلكم أتباع لنا في النهاية، ستعودون إلينا في النهاية، نحن وطنكم الأم. يتوهم واهم واهم من يظن بإمكانية التعايش السلمي مع الحوثي، واهم، لا تعايش مع هؤلاء، لا تعايش. ولذلك لابد من تطويق هذا المد الفارسي، لابد من تفكيك هذا المد الفارسي، لابد من تحرير الطابور المجوسي في الضفة العربية من أوهامه وخزعبلاته التي يستوردها من إيران.